عام جينا لقينا حدا شارع الحسن الثاني محبوس، قال لك راه محبوس، غتاخذوا الطرام غيديكم المحطه ديال اللي كيتبدلوا فيها ديال الانوال وغتشدوا من الانوال وغتشوف حالكم. ملي جينا انا من الانوال كيدوزوا الطرامات كيمشيو خاويين ما كيهزوناش. جاو دخلوا رجال الامن ولقاو لنا حل وقالوا قال لهم اودي راه غادي نجيبوا لي محطه الطرام اللي غادي. خلاو هذاك حتى مشى لان لا راه ما بقى والو، يعني غتشوف حالكم. كاينه مراه هنا اللي عندها 4 الدراري صغار، كاينه مراه زحافه هنايا، كاين بزاف عباد الله، حتى سيدي مؤمن كاين اللي كاين حتى البرنوسي. فاش غادي يمشيو هاد الناس؟ إذا بغيتي تمشي من هنا للعين السبعه ولا البرنوسي راه خصك 60 درهم ولا 70 درهم. والله دابا تقريبا قريبا لساعة حنا كنتسناو، وحتى حاجة ما كاينة. دابا راه رجال الأمن ملي دخلوا راه قالوا لنا راه غادي يجيبوا شي طرام آخر اللي غيدينا. حنا كنتسناو، لا ما عرفتش مشينا قالوا لنا ودي راه هاد البلاصة خاسرة ولكن غتركبوا حتى الأنوال وغتمشيو. ملي جينا للأنوال ما كاين والو. وهادي دابا 12 ديال الليل وحنا باقيين واقفين. تنطلب الله ينصر سيدنا، وتنطلب بالنسبة لهاد الإدارة ديال ترامب يعني تنطلب واحد الحالة يغتالها. غادي نمشي عند وليداتي، غادي نمشي عند وليداتي، وكنا حاصلين هادي تقريبا ثلاثة ديال الساعات. مشينا للأمم المتحدة وجابونا لهنا. شايف اللي من ديالك؟ احنا Thank you.